مجدداً أسرار التاريخ وغرائبه. هذه المرة سنغوص أسفل سطح الأرض لنرى ماذا أخفت تلك العصور الغابرة هناك. مدينة بل مدن كثيرة لم يكتشف إلا القليل منها أوقفت كل العلماء في ذهول تام. من بناها؟ أو بالأحرى كيف عاشوا تحت الأرض؟ ما علاقتها بالكائنات الفضائية؟ وقصة عالم الجن مع هذه المدينة. لنرى ذلك سويا. مدينة ديرينكويو الغامضة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول مدينة أثرية قديمة لا تشبه غيرها من المدن، مدينة أثار اكتشافها ضجة ودهشة وغموض، مدينة كسرت كل المقاييس المعتمدة في بناء المدن، حتى العلماء اختلفوا وعجزوا في تحديد من قام ببنائها، مدينة كاملة متكاملة، ولكن ليس على سطح أرضنا. رافقوني أصدقائي لنتعرف إلى مدينة ديرينكويو، أو كما يطلق عليها المحليون مدينة الجن. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. مدينة ديرينكويو تقع في محافظة نفشهير، وتحديداً في منطقة كابادوكيا الأثرية في وسط منطقة الأناضول في تركيا. أما عن معنى اسم هذه المدينة فهو بالعربية يعني البئر العميق، ولهذا الأمر سبب سنتعرف عليه في سياق الحلقة. هذه المدينة الأثرية التي بحسب علماء الآثار يعود عمرها إلى قرون ما قبل الميلاد، صممت لتضم وتتسع لما يقارب 50,000 نسمة، وسكنها فعلياً 20,000 نسمة على مر العصور بحسب تقديرات العلماء. ديرينكويو تشبه أغلب المدن الأثرية المكتشفة، فهي تحتوي على منازل مؤسسة تأسيساً قديماً وممرات تتأرجح بين الضيقة والواسعة، وآبار وقنوات مائية استخدمت لخدمة سكان هذه المدن. بالطبع وجود المدارس القديمة ومراكز العبادة بكل تفاصيلها وصولاً إلى المقابر ظاهر في هذه المدينة، ولكن اسمعوا جيداً، كل هذه التفاصيل اكتشفت في موقع أقل ما يقال عنه أنه لا يخطر على بال أحد. فهذه المدينة بكل ما أوردناه تقع بكاملها تحت سطح الأرض. نعم، كما سمعتم، تحت الأرض. فبحسب محافظ ولاية نفشهير حسن أنور، هذه المدينة تقع على عمق أكثر من 85 متراً تحت سطح الأرض، ولم يتمكنوا من التوصل سوى إلى 51 متراً منها، كما أنها بحسب أنور تغطي مساحة 400,000 متر مربع، مما يجعلها أكبر مدينة تحت الأرض في العالم. اختلفت الروايات في طريقة اكتشافها، فالسلطات المحلية صرحت في بيان لها أنه وأثناء قيام سلطة الإسكان الحكومية بعمليات هدم لبيوت وحفر للطرقات في 11 منطقة تتوزع حول قلعة قديمة تقع في وسط نفشهير بهدف بناء وحدات سكنية جديدة، عثر على موقع أثري قديم أذهل كل من رآه. فقد تم العثور على مدينة كاملة تحت سطح الأرض يعود عمرها إلى ما لا يقل عن 5,000 عام. هذا بيان المحافظة. أما القول الآخر فهو أن سائحين من تونس والمغرب يدعيان محمد شيخي وحسن أصهاد على الترتيب عثرا بالصدفة على الطبقة الأولى من هذه المدينة ليبلغا السلطات المختصة التي بدورها باشرت بعمليات البحث والتنقيب لتكتشف معالم مدينة ديرينكويو. رواية محلية يخبرها السكان لكل من يساوره الفضول فيذهب لرؤية هذه المدينة، حيث تقول الرواية أن أحد سكان المدينة وأثناء قيامه بهدم أحد جدران منزله بهدف التوسيع تفاجأ بوجود غرفة فدخل إليها ليتفاجأ بتوالي الغرف، وكان هذا عام 1963. وبالطبع تلا هذا الاكتشاف اكتشافات عديدة نتج عنها ظهور مدينة ديرينكويو إلى العلن عام 69. المهم بهذا الموضوع أن كائنا من كان الذي اكتشف هذه المدينة فقد ساهم باكتشاف واحدة من أهم عجائب وغرائب عالمنا هذا. لماذا؟ استمعوا معي للأسباب التي تجعل هذه المدينة متفردة عن غيرها. عدا أنها مدينة مبنية بالكامل تحت سطح الأرض، هذه المدينة هندست على شكل طبقات
بما يعادل مبنى من 8 طوابق، ولكن الفرق أن هذا المبنى يغوص في عمق الأرض. فبحسب علماء الآثار 20 طبقة من المدينة على عمق 51 مترا تم اكتشافها. وبالطبع العمق الباقي دون اكتشاف يحتوي على طبقات أخرى، إلا أن 8 من هذه الطبقات هي المتاحة أمام السياح وهواة الاكتشاف. أما الطبقات الباقية فهي ما زالت قيد الدراسة والبحث. نبدأ مع الطبقة الأولى، والتي بحسب علماء الآثار يعود بناؤها إلى 1400 عام. أما الطبقات الأعمق فيعود تاريخها إلى أقدم من ذلك بكثير. داخل المدينة يمكن رؤية أنفاق بطول 8 كيلومترات تقود مباشرة إلى مدن أخرى موجودة تحت الأرض في منطقة كابادوكيا. هذا الأمر بحسب علماء الآثار والأنثروبولوجيا هو دلالة على وجود تعاون وتبادل بين الحضارات التي اتخذت جوف الأرض مسكناً لها. بحسب المؤرخين فقد توالى على استيطان هذه المدينة أكثر من شعب. بعض من هذه الشعوب استوطنوا هذه المدينة هرباً من الحروب البيزنطية، فقد توافرت جميع سبل الراحة في هذه المدينة. فنجد في الطبقات التي تلت الطبقة الأولى غرف مخصصة للأطفال قبل الكبار، وبالطبع المطابخ المجهزة والتي بإمكان الزائر أن يشاهد آثار السخام على جدرانها هو دليل على الحياة التي كانت تضج فيها هذه المدينة. أما لكل من يتساءل حول كيفية تأمين الهواء اللازم للتنفس في عمق الأرض، فالجواب أنه وجد 15,000 فتحة للتهوية موزعة على كل طبقات المدينة وعلى طول ممراتها، ما سمح بدخول الهواء النقي للمدينة حتى أعمق نقطة فيها بهندسة دقيقة فريدة من نوعها ومتطورة بشكل كبير بالنسبة لذلك العصر. غريب. إذا ما وصلنا إلى طريقة التنقل بين الطوابق، فبالطبع السلالم هي الحل، وهو ما بيّنته الصور المأخوذة من المدينة. السلالم تربط بين طوابق المدينة المختلفة. عدا عن الغرف المعدة للسكن، وجد العلماء غرفة كبيرة في الطابق 3 بسقوف مدببة، خمن العلماء أنها كانت تمثل المدرسة لتلك المدينة. أما في الطابق 7 فقد تم اكتشاف كنيسة عدت من أجمل كنائس العالم بأيقوناتها الإنجيلية المحفورة على جدرانها. بحسب خبراء الآثار فإن هذه الكنيسة تم بناؤها في عهد الإمبراطورية الرومانية، وعلى الأغلب أن المسيحيين الأوائل الذين عانوا من اضطهاد الدولة الرومانية اتخذوا من هذه المدينة ملجأً ومخبأً لهم هرباً مما تعرضوا له من تعذيب وقتل، وقاموا بالتالي ببناء الكنيسة في هذه المدينة. ولكن هل تعتقدون أن البشر هم فقط من سكن هذه المدينة؟ كلا، فالحيوانات والمواشي كان لها نصيب أيضاً من العيش تحت الأرض، حيث تم اكتشاف إسطبلات وأماكن لتربية المواشي أو زرائب بشكل أصح. ثبات درجات الحرارة في مدينة ديرينكويو طوال العام كان السبب الأبرز في تمكن السكان من حفظ الطعام بعيداً عن التعفن والرطوبة، وبالأخص الحفاظ على لحوم الحيوانات بعد ذبحها. أمر أساسي آخر قد يتساءل البعض منكم عنه، ماذا عن الماء؟ فهو الأساس في كل شيء. اسمعوا إذن، خلال عمليات التنقيب في هذه المدينة اكتشف العلماء 52 بئراً تتغذى جميعها من نهر كان يمر في المدينة ويصب في آبارها، مما أمن للسكان المياه النقية اللازمة للحياة. توافر كل هذه الأمور مكن من استوطن هذه المدينة من العيش فترات طويلة تحت سطح الأرض دون الحاجة إلى الخروج إلى السطح. هذه الأمور أكدت ما خمنه العلماء بأن الاختباء كان أبرز هدف لمن سكن هذه المدينة. ولكن كيف استطاع السكان حماية أنفسهم؟ وما الطريقة التي اتبعوها لسد منافذ مدينتهم؟ الجواب يكمن في الصخور الكبيرة. فبحسب علماء الآثار فإن أبواب المدينة كانت عبارة عن صخور ضخمة وثقيلة، فأبواب المدينة المطلة على سطح الأرض كانت تغلق بواسطة صخور ضخمة لها فتحة في المنتصف، وكل طابق أو مستوى يغلق بشكل منفرد بصخور كبيرة أيضاً. الملفت في هذا الأمر أن الأبواب الداخلية أي الصخور الداخلية كانت تدحرج لتقفل منافذ الطوابق. هذه الصخور لم يكن بالإمكان فتحها إلا من الداخل، أما إن أراد أحد الهجوم وغزو المدينة فسيحتاج إلى الوقت الطويل والجهد الكبير لمحاولة اختراق الأبواب الصخرية الخارجية، مما يتيح لسكان المدينة الهرب عبر الأنفاق والقنوات التي تربطهم بالمدن الأخرى كما ذكرت سابقاً، وذلك بعد إغلاق الأبواب الداخلية خلفهم. يرى العلماء أن هذه الأبواب الصخرية هي التي ساعدت على الحفاظ على هذه المدينة على مر العصور، والأبواب
شكلت العامل الأبرز في منع تحديد موقع المدينة واكتشافها طوال هذه الفترة. كما ذكرت سابقاً، فقد أكد العلماء على تواتر الشعوب والحضارات التي سكنت هذه المدينة، ولعل أبرز هذه الحضارات الحضارة الآشورية، والتي وجد علماء الآثار بعض النقوش والكتابات على جدران المدينة التي تدل عليها. آخر السكان الذين استوطنوا هذه المدينة بحسب العلماء هجروها في بدايات القرن العشرين، ويعتقد أنهم كانوا من غير المسلمين الذين اختبأوا في المدينة هربا من الدولة العثمانية. هؤلاء السكان تركوا أثاثهم وأمتعتهم في المدينة عند خروجهم منها، وهو ما تم توثيقه من قبل بعثات الاستكشاف وعلماء الآثار. نصل الآن إلى الجزء المثير للجدل في حلقتنا. من قام ببناء مدينة ديرينكويو؟ اختلفت النظريات التي طرحها العلماء بخصوص من قام ببناء المدينة. فقد رأى بعض العلماء أن الحثيين، وهم شعب أناضولي قديم قام بإنشاء إمبراطورية ما بين القرنين 15 و13 قبل الميلاد، هم من قاموا ببناء هذه المدينة. في حين تبنى علماء آخرون الرأي القائل بأن الفريجيين، وهم شعب استوطنوا شمال الأناضول ما بين القرنين 12 و9 قبل الميلاد، هم أصحاب المدينة، ويستدلون على ذلك من الكتابات والنقوش التي وجدت بلغة الفريجية داخل المدينة. إلا أن ما لفت انتباهي هو ما أورده بعض العلماء عن أن هذه المدن لا يمكن أن تكون من صنع البشر في تلك الحقبة الزمنية القديمة، وقد عزوا ذلك إلى البناء الدقيق والمدهش للمدينة. فالصخور التي بنيت منها المدينة كان من ضمنها صخور بركانية لينة، ما يستلزم أعمدة أساس قوية ومتينة لتتحمل كل الطبقات، بالإضافة إلى التقسيمات الهندسية الداخلية شديدة الدقة والإتقان. فقد لفت نظر العلماء عدم وقوع انسدادات أو انهيارات في الممرات والقنوات، رغم عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لمثل هذه الأمور في ذلك الوقت، ما عزز من شكوك العلماء حول طبيعة من استوطن هذه المدينة، أو إن كان لحضارات خارجية أكثر تطوراً دوراً في بناء المدينة. وأنا أتكلم هنا عما يسمون بالفضائيين. المثير للاستغراب هو ما أكده المهندسون المختصون في إعادة بناء الحضارات، أنه من شبه المستحيل إعادة بناء مدينة ديرينكويو جديدة رغم كل الآلات والمعدات الحديثة. فكيف استطاعت الشعوب القديمة بناء مثل هذه المدينة؟ حقاً غريب. السكان المحليون لهم رأي آخر، فهم يعتقدون وبشدة أن المدينة هي من بناء الجن، وأن سكانها كانوا من الجن، وقاموا بترك المدينة بعد أن بدأ البشر يستوطنون سطح الأرض. المحليون يتوارثون هذا الرأي من أسلافهم القدامى. بالطبع ما دفعهم إلى هذا الاعتقاد هو استحالة مقدرة البشر على بناء هكذا مدينة والعيش بها، رغم أن كل الأدلة أثبتت أن بناء المدينة كان بغرض عيش البشر فيها، إن كان من خلال نظام التهوئة إلى الآبار وسبل العيش المختلفة. هذه النظريات وبالأخص نظرية الحضارات الخارجية كانت محور حلقة Ancient Aliens على قناة History، حيث خصصت هذه الحلقة لمدينة ديرينكويو في الأناضول تركيا. وقد أفندت هذه الحلقة في تناول الرأي القائل بتدخل حضارات خارجية في بناء هذه المدينة. ولكن هل تعتقدون أصدقائي أن مدينة ديرينكويو هي الوحيدة في العالم التي تقبع تحت الأرض؟ الجواب هو كلا. فكما ذكرت سابقاً أن مدينة ديرينكويو كانت تتصل بأنفاق مع مدن أخرى في منطقة كابادوكيا، مدن أخرى تم اكتشافها تحت الأرض حول أنحاء العالم. سأذكر منها مدينة ناورز في شمال فرنسا، والتي يعود عمرها إلى القرن 3 الميلادي. هذه المدينة تقع على عمق 31 متراً تحت سطح الأرض، وتتسع ل3000 شخص موزعين على 300 غرفة. إذا ما انتقلنا إلى بولندا فسنتعرف إلى منجم ويليكسكا. هذا المنجم يقع على عمق 305 أمتار تحت الأرض، وقد حفر هذا المنجم من قبل عمال المناجم في القرن 18 ميلادي خلال سعيهم للحصول على ملح الصخور، مما نجم عنه تكون غرف وممرات وتماثيل، دفع السلطات البولندية إلى تحويله إلى معلم سياحي ومنتجع صحي. ننتقل إلى القارة السوداء، وتحديداً إلى قرية إليبيلا الأثيوبية. في هذه القرية يستطيع السياح التنقل بين 11 كنيسة أنشئت تحت سطح الأرض. هذه الكنائس حفرت في صخور المنطقة البركانية في القرن 12 الميلادي، ولعل أشهرها هو كنيسة القديس جورج، والتي حفرت على عمق 31 متراً تحت سطح الأرض.
أما في عالمنا العربي فلدينا أيضا مدن تحت الأرض، أبرزها مدينتي مطماطة في تونس والبتراء في الأردن. أما مدينة مطماطة فقد اكتشفت عام 67، وهي عبارة عن قرية صغيرة بنيت من الهياكل التي بناها سكان الكهوف، وذلك ليتقوا الحرارة. أما مدينة البتراء الأردنية فهي أشهر من أن تعرف. هذه المدينة التي اكتشفت خلال القرن 19 ضمت قرابة 40,000 شخص منذ 2000 عام مضوا. هذه المدينة تنقسم إلى قسمين، قسم مبني وقسم منحوت في الحجر الرملي. بالطبع يوجد مدن أخرى حول العالم تستهوي كل من يرغب بالتعرف على غرائب الأزمان الغابرة، وبالأخص المدن الغامضة القابعة تحت سطح الأرض، والتي لازلنا نتوقع ونضع احتمالات من دون معرفة الحقيقة الكاملة. ماذا خبأ التاريخ بها؟ إذن أصدقائي، هذا ما توصلنا إليه من خلال بحثنا عن مدينة ديرينكويو، أكبر مدن العالم تحت الأرض. فتجولنا في أروقة المدينة وتعرفنا على أقسامها، كما أننا شهدنا على وجود الحياة فيها سابقاً من خلال ما تركه سكانها السابقون. ولكن يبقى السؤال الأبرز، من بنى هذه المدينة؟ هل هم الأقوام السابقة إن كانوا من الحثيين وغيرهم؟ أم أن فعلا حضارات من عوالم خارجية كالفضائيين هم من أنشأوا هذه المدينة؟ وماذا عن الروايات المحلية؟ هل لديهم أدلة لا نعلمها يستندون بها لتأكيد اعتقادهم بأن الجن هم من بنوا وسكنوا هذه المدينة؟ ولماذا رغم كل ما نشهده من تطور في مجالات البناء والهندسة لم يتمكن العلماء من إعادة بناء مثل هذه المدينة؟ غرائب التاريخ وأسراره، والله وحده يعلم.